يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول أهل السنة والجماعة إن للسحر حقيقة؟ يعني واقع، ما هو تخيل. السحر على قسمين، سحر حقيقي وسحر تخيلي. المعتزلة ما يقرون بالسحر الحقيقي، إنما يقولون هو تخيلي ليس حقيقة. لكن الذي عليها للسنة والجماعة أن السحر على قسمين، سحر حقيقي يصنع ويعمل وعقد ونفث وغير ذلك، وسحر تخيلي وهو القمرة التي تكون على الأعين، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا التخيلي. نعم.